Tu m'as dit que c'est un art. C'est ça. C'est ça. On dirait un truc allemand. Là, c'est Amazon. C'est l'art le conteneur. C'est le conteneur de l'art. C'est le conteneur de l'art ou de la culture. بالك واحد الكونتينر يزم حدا قلت لي هذا الكونتينر هذا والله الا فيه تي ساكن ميدار دوك اللي كيبانوا ليا راسيين وكيتصداو اللهم نديروا فيهم شي حاجه باسكو دابا الكونتينر دابا كاين حتى باب لحد في الرباط اييه باب لحد حدا لا مورك حدا البومبيه حدا البومبيه حدا واحد ديال اتصالات المغرب طويل واحد الشجره كبير دوك الريزو مزيان عندك في الكونتينر لا سي سا اوكي دونك في الكونتينر شو كيوقع كيجيو الناس كيحضروا سواء المسرحيات سواء الافلام سواء الكونت سواء بعد هذه السيمانه اللي داز كان عندنا واحد القافله طبيه هو ان الاطباء جاوا وداروا دي بيستاج ديال كونتر لو سيدا اي لي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل يعني الناس اللي في الزنقه كانوا غير كيجيو كيقولوا لنا واش ممكن كنقولوا بيان سور راه هذا الشيء مديور ليكم اجيو راه الحمله اللي دايرينها مع مسرح الاصدقاء حنا دايرينها فنيا ولكن معنا لا ليغ ماروكين دي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل هما اللي كيجيبوا الدكاتره دونك جاوا الناس وداروا دي بيستاج والحمد لله يافي اوكان كا دو سيدا والناس جاوا من جميع الـ يعني الشرائح اي توسا كاين غير اللي دايز وجا دار ديبيستاج مزيان دوك انت ما كيدير كلشي اي حاجه كيديرها ميم تحت في وسط الكونتينر وفوق من الكونتينر فوق التحت في الكونتينر حداه جنبه بارتو الكونتينر حي صباخش هذا ديالك انت الفكره ديالك انت الفكرة ديالي ولكن سكي ما في بليزير هو أن الكونتينر هداته لنا لانستيتو فرونسي دو رابا اي لا فونداسيون سي دي جي باسكو حيت حنا ما عندناش لي مويان كون ميم دافوار غالي كونتينر غالي ولكن شوف اغلى حاجه هي الثقافه دونك الحمد لله حنا عندنا الافكار وعندنا هذا الشيء كنتقاسموه مع الناس مي الكونتينر واخا غالي سي رخيص بالنسبه لهذا حضر وزير جا محمد وزين جاء محمد وزين جاء الحمد العنصر جاء صبيحي جاء بوانو جاء خشيشان هذا في الافتتاح حيت كان الافتتاح الرسمي لو 24 نوفمبر مع الناس في الزنقه مع واحد الفرقه ديال اونكور اللي حنايا اون لا بارين يلاه تخرجوا من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي دونك قدموا في سي تواليت في الزنقه علاش لان الناس في هذاك باب الحد كيمشيو للحيط ايوا لو كو التواليطات كاينين اون فاس دونك عباد الله ما عطيو اتساع الحيط فوالا خليو الحيط ترونكيل الحيط خليو نقي الحيط خليو اوكي سامح فوالا كلام انتوا اذا اليوم كنناقشوا مع رضي فهر المشكل ديال الحيط والحائط والاستعمالات اللي كتستعملها فوالا كيفاش كيتستعمل الحيط في المغرب ولكن راه ولاو كيقربوا ليا الكونتينر نو سي بون انت سي بون لا حيط مي بون ايه مي فرانشمون القضيه فين هما لي تواليت بوبليك كاينين اون فاس واحد انايا لقيته غادي للحيط قلت له اش كدير قال لي قلت له راه قال لي لا مسدودين قلت له اجي قول لي واه صافي اختي انا غنصرطها بافوا سي ديفيسيل بافوا كي القهاوي هما اللي كان كتسلت القهاوي ولكن كتسلت على تسلت على السيرفور ولا تطلب الاذن وتدخل ما كاين حتى مشكل كي لا خويا كونسومي عاد زعما ما علينا كيفاش الواحد يدير شي حاجه في كونتينر تقول لهم دابا شويه لي تخاتو خليكم معنا الا واحد يدير شي سبيكتاكل ان فيت سي تو تي اوفير سي ميوزيك موسيقى لومور مسرح كونت ليكتور لي ديفيلي دو مود كل شيء شوف لي الشباب المغربي فين ما كان هذاك لو كونتن ارت ديالو حنايا راه كنقوصيو الروايد باش يولي كيدور في المغرب ابوي سخي بيان بليزيور في المغرب باسكو في الروايد تمشي لكازا تمشي مراكش اكادير يا ربي هذا هذاك الكونتن ارت ويولي بارتو يا ان شاء الله يكون الخير